ويجرم حرية تصرف الجسد، يجرم العلاقات الرضائية، يجرم العلاقات المثلية، يجرم يعني الإيقاف الإرادي للحمل، وبالتالي يعني ماذا تبقى؟ ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن هذه الأحزاب أصلاً غير مقتنعة بمسألة القفز على هذه القضايا الكبيرة، لأنها قضايا للمواطن وقضايا جوهرية، وكل حقوق الإنسان هي كل غير قابلة للتجزئة، وهي كلها جوهرية بمنطوق الدستور ديال 2011. الفصول المتحدث عنها هي الفصل 490 متعلق بالفساد، 491 متعلق بالخيانة الزوجية، 489 متعلق بالعلاقة الجنسية المثلية. هو قانون جنائي معادي للحقوق، معادي للحريات، غير دستوري. هذه اللحظة التي قامت فيها الضابطة القضائية بطرق الباب طق طق طق، ما هو أساسها القانون؟ القانون والمشرع الواجب عليه هو يحل مشاكل المجتمع. فبالتالي أنا طرحتها للتيار الإسلاموي في المغرب وقلت لهم حلوا مشكل، ما عندي مشكل، ناقشوا قولوا احنا عندنا ظاهره اليوم في المغرب بالاستاتستيك تعطيك بان الزواج الناس كتزوج على 28 عام كمعدل، وفي نفس الوقت عارفين بان اغلبيه الناس راه كيمارسوا الجنس قبل 28 سنه. من خلال ما تم سرده فان غالبيه اعضاء اللجنه التي اقترحت مشروع قانون الاجهاض المعروض على البرلمان عبرت بشكل صريح على قابليه هذا المشروع للمناقشه والتعديل. كل القوانين التي لها نوع من الصلة بالدين الموجودة بالقانون الجنائي ديال 1992 هي قوانين الوطن وليست قوانين الإسلام. الحق في التعليم، الحق في الغذاء، الحق في الشغل، الحق في السكن اللائق إلى آخره. نتمناو أنه تكون واحد المراجعة أو تغيير جذري يوفر الوقاية والحماية والزجر وعدم الإفلات من العقاب والتعويض بالنسبة للضحايا. دابا اضطريت باش نفهم الناس نجاوب على هذا السؤال اللي هو شخصي. أنا كنآمن، انا مؤمن، دونك باش ما يجينيش شي واحد بشي حاجه، ولكن الايمان ديالي ماشي ديال عباد الله اللي كيقلب عليا كيشوفني انا واش كنامن ولا ماشي كنامن، بيني وبين الله ماشي بيني. فين هما حقوق داك النساء في هذا الامر هذا؟ فين هي مكان داك النساء في هذا الامر هذا؟ لا، هما كاينش فرق بين الحريات والحقوق. الحريات هي حقوق. كل شيء مستعجل نجرمه، فالقانون آلية معقدة. ديك ما كنا خديناها باش نحاولوا كنساء كشباب كشابات نهضوا جميع اشكال العنف، جميع اشكال التحرش، الهوموفوبيا، الترانسفوبيا، يعني اللي يقدروا يتعاشوا في المجتمع ديالنا. المنظمة العالمية للصحة قالت بأن المثلية ليست مرضا وإنما هي ميول جنسية مختلفة، وهذا من حق أصحابها.